جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات بعثت برسالة وضمنتها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: يملك أبي ثلاجة متنقلة شاحنة تعمل على نقل الخضار والفواكه من بلد إلى آخر، والذين يعملون عليها هم إخوتي، وسؤالنا عندما يسافرون بها فإنهم يحضرون لنا بعض الفواكه من هذه السيارة ويقولون لنا أحيانا إن مصدرها حلال وأحيانا حرام، هل يجوز لنا تناول ما يحضرونه أم ماذا نفعل؟ إذا كان ما يحضرونه مسموحا به من قبل مالك الفاكهة أو كان مما جرت العادة التسامح فيه، أو كان شيئا مرغوبا عنه لا يريده صاحب الفاكهة قد رغب عنه وتركه، فلا مانع من الأكل منه. وأما إذا كان صاحب الفاكهة لم يبحه ولم يأذن به وإنما يأخذونه بدون علمه وهو لا يرضى به هذا، فإنه حرام ولا يجوز لكم أن تأكلوا منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ولقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم.